السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل متابعينا الكرام على برنامج يوتيوب. طبعا هنا أم محمد ربنا يحفظها ويبارك فيها، قررت طبعا تعمل لنا أحلى صينية فراخ كوسة بالفراخ. طبعا هنا بعد ما عملت خلطة الرز بالصلصة مع الشبت والكزبرة وحشت الكوسة، رصتها في الصينية بتاعتها وحطت طبعا الجعد بتاعها البصل والفلفل الأخضر، وبعد كده طبعا هتحط شرايح البطاطس مع الطماطم. اهو حطت شرايح البطاطس مع الطماطم عشان هتحط الفراخ في النص، وهنا طبعا بتسجي الشوربة. طبعا هي سلقت الفراخ الأول عشان تاخد الشوربة بتاعتها، تستفيد بالشوربة بتاعتها. سلقت الفراخ وهنا طبعا بتشرب الكوسة، في بتحط في الصينية بتاعتها اهوت الشوربة اهي، تاخد من الشوربة وتحط في الصينية بتاعتها قبل ما تدخلها الفرن. طبعا مقطع البطاطس شرايح والطماطم بتاعتها، ولا أروع ولا أجمل. وهنا طبعا الفرن اهو، الصينية فوق اهي طبعا مرصوصة، هتبدأ تدخل الفراخ في الفرن. يا رب تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناة كل اللي ما اشتركش، وتوصلوا لنا وتفرحوا أم محمد وتوصلوا الفيديو ده على الأقل لـ200 لايك. ده طبعا الصينية هتسيبها لما تقرب تستوي وتشرب الشوربة بتاعتها، وبعد كده تحط الفراخ علشان الفراخ ما تتحرقش. تغلي اهي زي ما انتوا شايفين، ولعت الفرن. ودي طبعا شكل بعد ما حطت الفراخ، والفراخ طلعت من الفرن بقت بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. ياريت لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقة بتاعت ام محمد، ولا اروع، والطعم طبعا كان ولا اروع. احنا اكلنا البطاطس بالخلطة اللي تحت قبل ما ناكل الكوسة من حلاوتها وجمالها. اتمنى طبعا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم مننا كل جديد وحصري بإذن الله. كان معكم مهندس وليد عمارة. فرحوني، وعاوزين تفاعل أكتر يا شباب. مش معقولة يعني هنفضل 1400 مشترك. إن شاء الله بالفيديو ده إن شاء الله توصلونا على الأقل 2000 مشترك. كل حبايبي وكل الناس اللي تشوف الفيديو ده ياريت تفرحنا وتشترك في القناة.